السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حديثنا الليلة عن الأبناء، عن الأولاد والبنات وتحديات العصر، هذا العصر الذي يفرض سلسلة كبيرة من التحديات والصعوبات من خلالها يشكو الآباء والأمهات أسلوب التعامل الأمثل مع الأبناء والبنات. لا شك أن الأولاد والأبناء هم أعز وأكرم ما كين عند الأسر، هم رأس مال الوالدين، هم محل اهتمامهم. الوالدين يتمنون صلاح أبنائهم، يدعون الله تعالى أن يحقق لهم فيهم ما يريدون، لأن الثروة الحقيقية عند الوالدين هم الأولاد، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز يحكي عن هذا الشعور الذي يسكن في قلوب الأمهات والأباء. قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هكذا يصور القرآن العظيم عملية الحمل. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، المرأة تحمل والرجل لما يرى الجنين يكبر يصير الأم والأب يرفعان أكف الضراعة إلى الباري أن يحفظ هذا الجنين وأن يجعله مولودا كاملا في خلقته، ويدعون الله تعالى لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هكذا هم الأولاد والبنات، بهم تقر العيون وتزدان بهم الحياة. لهذا ليس من الغريب أن نرى الآباء والأمهات يكثرون من الدعاء لصلاح الأولاد والبنات، حتى إذا وجدوا بعض الفقهاء أو الصلحاء يقول ادعي لي مع الوليدات، لأنهم رأس المال. وربنا عز وجل يحكي في كتابه العزيز أن هذا الأمر معتاد عند كل الآباء. حتى عباد الرحمن ماذا يقولون؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يتمنى أن تكون ذريته قرة أعين. فالأبناء هم مصدر الثروة الحقيقية التي تبقى للأباء بعد موتهم. الإنسان كل ما جمعه من مال قد يضيع قد يوزع، ولكن الثروة الحقيقية هم الأبناء. حينما يموت الإنسان يبقى عندهم أولاد صالحين يدعون له بالرحمة ويدعون له بالمغفرة، وتأتيه الأرزاق في قبره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، من بينها ولد صالح يدعو له. وكلما بدأ الإنسان يكبر ويصل قدرا من النضج يدرك قيمة نعمة الأبناء، ويطلب من الله تعالى المزيد من الصلاح. يطلب الله تعالى في الصغر ديالهم، ولما يكونون أيضا في سن البلوغ، وحتى لما يكبروا، كما قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لما يكبر الإنسان يلقى بأن الثمرة ديال الجهاد والاجتهاد اللي قام به في الحياة هو في واقع أولاده وذريته، يتمنى أن يكونوا صالحين مستقيمين. هذه الصورة المشرقة ديال الأولاد والبنات. بالمقابل هناك صورة مفزعة لنوع من الأبناء والبنات. هناك، الله يسترنا ويستركم جميعا، هناك نمط من الأولاد والبنات يسيء إلى الآباء،
يتعبهم ويضيق بالتوجيه. وإذا قلت له احترم الوالدين يجحد فضل الوالدين وينكر جميع ما قدموه له من جهود ومن متاعب. يحكي القرآن الكريم عن نمط هذا النوع من الصورة المفزعة للأبناء فيقول: والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. نموذج يقدمه القرآن العظيم للأبناء الذين يسيئون إلى الآباء، ينكرون قيم الدين والإيمان ويضيقون بالتوجيه ودائما يتأففون. والذي قال لوالديه أف لكما، هكذا يصور القرآن الكريم أنماط الأولاد. الحياة أيها الأحباب الكرام تحتاج إلى نوع من الدبلوماسية في التعامل مع الأبناء، ولكن كلما تعقدت هذه الحياة وكلما تطورت كلما ازدادت أعباء الآباء في تربية أبنائهم، وكلقوا مشكل كبير في الدور التربوي للأسرة التي لم يعد لها التأثير القوي على الأبناء. كان أيام زمان الأسرة هي التي تؤثر، الآن أصبح جهات أخرى هي تؤثر في تربية الأولاد وتنفلت الخيوط من بين الآباء. فالحياة البشرية هي تتطور، وخصوصا في يومنا هذا وفي عصرنا هذا تمر بمرحلة مخاض عسير. لماذا؟ لأن الزمن زمن الفضائيات وزمن الانترنت وزمن المواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه الفتوحات العلمية والتواصلية اختصرت العالم، وصار العالم عبارة عن قرية كونية، وصار الإنسان باستطاعة أن يتعرف على الأفكار والرؤى والتقاليد لكل البلاد. وهكذا تعقدت الحياة وصارت هناك فجوة كبيرة بين الأجيال. دابا الآن الجيل الذي سوف نودعه كيبان بأنه غريب أمام الجيل الصاعد. فالابن كان يأخذ الرأي والمشورة من والديه أيام زمان، لكن اليوم الأبناء يأخذون الآراء وأي مشورة يأخذونها من وسائل الإعلام ومصادر الأنترنت والفضائيات والمصادر المتعددة، لأن اليوم أصبحت المعلومة متوفرة بين يدي كل الأبناء بكل سهولة. وصار هناك فيض جارف من المفاهيم ومن المؤثرات الفكرية والأخلاقية ومن التوجيهات السلوكية ومن الشبهات، ولا الكثير جدا فائض، حتى أن المدرسة اللي كانت كتعلم أو الأسرة اللي كانت كتعلم أو التلفزة اللي هي داخل البيت لم تعد لها قيمة. أصبحت هذه الوسائل المتطورة من الإعلام والفضائيات والأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي التي توجه وهي التي تعلم. ولم يعد الأبناء اليوم يستقبلون ويرضون بالتربية القديمة، أساليب التربية اللي كنسموها ربما فيها شوية الشدة أو تسمى قمعية وتسمى غير مجدية مع أبناء اليوم. حتى ثقافة العيب والحشومة وهذه كلها لم تعد يستوعبها أبناء اليوم. والتدخل في نوع الأكل والشرب واللباس صار ممنوع أن الأب يدخل الولد يأكل اللي يبغاه ويشرب اللي يبغاه ويلبس بالطريقة اللي يبغاه. الموضة التي هي صارت متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. حتى لما يكبر الولد ويريد أن يختار توجه دراسي لم يعد الأب يستطيع أن يقصر على ولد لدراسة بعينها. الولد هو الذي يختار الدراسة التي يريد، وحينما يريد أن يعمل يختار العمل الذي يريد، وحينما يريد أن يتزوج يرتبط بمن يريد حتى ولو كان مخالفا للعادات والتقاليد لأنها صارت في نظره بالية. اليوم كنلاحظ بأن الأسر باتت تواجه في هذا العصر العديد من التحديات. كل أسرة الآن عند أولاد وبنات إلا من رحم الله عندهم تحديات فرضها العصر. أولها هو غلبة الطابع المادي على تفكير الأبناء.
الأبناء صارت مطالبهم المادية كثيرة لا تكاد تنتهي. كاين الأب اللي كيبقى يشري لولاده وبناته مطالبهم ولكن باش يحصل على الرضا، لكنهم لا يرضون، دائما كيشعر بأنه لم يستوفي بعد مطالبه. وكيتفكر هذا الأب أو هذا الأم لما كان في نفس المراحل العمرية لأبنائهم، كانت المتطلبات ديال الآباء والأمهات بسيطة، كانت أقل أشياء تسعدهم. ولكن اليوم كيلقوا بأن الأبناء حتى حاجة ما كتشبع المطالب ديالهم، دائما يقولون هل من مزيد ويتطلعون إلى الجديد. هذا أول تحدي من تحديات الأسرة، هو غلبة الطابع المادي على تفكير وسلوك الأبناء. وتحدي آخر وهو السيطرة، سيطرة الأبناء على الآباء. كان العكس هو الصحيح، في الجيل السابق كانوا الآباء هم الذين يسيطرون على الأسرة وكيوجهوا الأبناء وكيقول لي اسمع ونفذ. اليوم لم يعد هذا الأمر، نحن نعيش في عصر يحكمه الأبناء، فصار الآباء يخضعون لصراخ وعويل أبنائهم، ودائما هم اللي يختاروا أي حاجة يختاروا الأبناء. مثلا البيت الذي سوف يسكن فيه يختاره الأولاد، قضاء العطلة الصيفية مثلا باختيار الأولاد، إذا دخلوا إلى أي متجر من المتاجر فالأولاد هم الذين يأخذون ما يعجبهم. وما هو دور الأباء؟ دور الأباء هو أن يفتح حافظة نقوده ويدفع، فصار الأبناء هم الذين يختارون ولم يعد عندهم قدرة على السيطرة. ثم كنلاحظوا تحدي آخر من تحديات الأبناء في هذا العصر، هو روح التكاسل وعدم الرغبة في القراءة. كنلقوا بأن ما يقضيه الأولاد في القراءة ضئيل جدا، وهذا تسبب في تدني المستوى العلمي لكثير من الأبناء في الأسر، لأن معظم الوقت يقضيه الأولاد والبنات في الشاشة الإلكترونية وفي تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في مسائل تافهة لا تنفع لا في الدين ولا في الدنيا. ثم كالقوا صار هناك ما يسمى بصراع الأجيال، صار البون بين تفكير الآباء وسلوكهم وتفكير الأولاد وسلوكهم بعيد، وصار الأولاد يرفضون الاستفادة من خبرات جيل الكبار. يقولوا هذا الجيل جيل قديم، هذا جيل ربما شرب وأكل عنه الدهر، واليوم العصر له ثقافة أخرى وله تفكير جديد، فيرفضون أي حاجة عندها علاقة بتوارث الآباء والأجداد، ما يسمى بصراع الأجيال. وكلقوا كذلك ما يسمى بالغزو الفكري والثقافي، لأن هذه المنظومة الثقافية اللي كنخضوها من وسائل التواصل الاجتماعي وبدون حدود وبدون رقيب، هذه كتعطينا أفكار وقيم وسلوكات قد لا تكون متفقة في الكثير من الأحيان مع قيم مجتمعاتنا. المجتمع ديالنا يسير في واد، ولكن ما نتلقاه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في واد آخر. وهناك لقوا بأن الأبناء ديالنا الصغار كيبداو يتشبعون بأفكار وثقافات غريبة وكتكبر معهم، وهذا ممكن يسمى بغزو فكري وثقافي. ربما قد تظهر العديد من الأشياء التي هي ليست في صالح أبنائنا. ثم كلقوا بأن هذا الجيل ديالنا يرفض أن تمنع عليه التصورات، ويرغب في أنك تحاوره، لابد قنعه، لابد أن تحترم رأيه وفكره، ويرفض أنك تتدخل في شؤونه أو تسيء الظن به، أو وأي تدخل يعتبر بأنه إقصاء ومحاولة لإفقاد ثقة بالنفس. وهذه الأمور كلها إلى استعمل الأب شيئا من التربية الصارمة قد تنزلق به إلى ضرر وإلى أخطار أخرى. فهذا مشكل كبير في تحديات الأولاد والبنات. والسؤال الذي نطرحه أيها الأحباب الكرام، كيف يمكن للأسر أن تتغلب على هذه السلبيات وتتجاوز هذه التحديات؟ هذا الجواب سوف نجيب عنه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.